السلام عليكم إخواني أخواتي ومرحبا بكم مجددا على قناة فرنسا avec Vera. اليوم إن شاء الله غادي نهضروا على موضوع اللي كنا هضرنا عليه سابقا وهو كومون كريي سون كونت كومبيس فرانس. وكنا قلنا بأن الموضوع كان طويل جدا وبالتالي قسمناه إلى جزئين. الجزء الأول الذي سبق لنا وأن شرحناه وهو كيفية التسجيل، يعني كيفاش نقدروا نسجلوا في لو كونت كومبيس فرانس ويصبح عندنا كونت يعني ساري التفعيل او جاري التفعيل. دونك شفنا كيفاش نتسجلوا، دابا غادي نشوفوا كيفاش نعمروا او كومبليتيو الدوسي ديالنا اللي كنا عمرناه سابقا. فكيف شفتوا معنا يعني فاش كنا نكريو الدوسي كتجينا هاد لابارتي هادي اللي كنا شفناها سابقا، وقلنا كنمشيو لجو سوي كونديدا وكتجينا هاد لابارتي هادي اللي خصنا نعمروها. هاد لابارتي هادي الاولى يعني جو سيزي مون دوسي. دونك ملي كندخل هاد جو سيزي مون دوسي كتعطيني 3 ايتاب، يعني البارتي الاولى اللي كنعمر فيها لي فورماسيون او لي زانفورماسيون باردون بيرسونيل، و ابخي جو رومبلي مون باني دو فورماسيون، اي ابخي جو سومي مون دوسي ا ليسباس كومبيس فرانس. دونك غادي ندخلو لهاد البارتي الاولى، غادي نعمروها، غادي نشوفو كيفاش كنعمروها. كنعمرو فيها اولا ما سيتياسيون بيرسونيل اكتويال، ثم مون باركور اي مي ديبلوم، ثم مي كومبيتونس لانغويستيك. هادو مهمين بزاف، فكيف كتشوفوا معنا كاملين هنا ما كاملينش، يعني هادي ان كومبلي، هنا مونك جوستيفيكاتيف وهادي ايضا ان كومبلي. دونك كندخلوا لماسيفيون بيرسونيل، هادي فقط يعني واحد البارتي اللي جيت ساهله، فقط كنديرو جوستيفيكاتيف. دونك عندنا هنايا ليدونتيفيون دي اي فوتو، دونك خص تكون عندك واحد الفوتو اللي فيها هاد لي كونديسيون هادي، 26 مليمتر دو لارج اي 32 مليمتر دو هو، دو كاليتي 300 بيكسل. دونك كدير هاد موديفي ما فوتو و كتاجوتيها. ثم بعد ذلك ايدونتيتي، يعني لا بياس ديدونتيتي. فكيف شفنا سابقا في الفيديو السابق، فقلنا عندنا 3 تيب دو بياس ديدونتيتي، يعني سواء كنسجلو بلا كارت ديدونتيتي اللي هي لا كارت ناسيونال او لا تيتخ دو سيجور او لا باسبور. دونك حسب هذاك البياس باش تسجلتي غادي دير له فوتوكوبي وغادي تدخلو هنايا جوستيفيكاتيف، غاتكليك على جوستيفيكاتيف عاوتاني وغادي تهز لو فيشي وتحطو هنايا. فدائما هنايا كيف كيقول كنا بو دو في جوان من فوتوكوبي. ثم بعد ذلك بارتي ديال لي كوردوني اللي تتعلق بلادريس، يعني لادريس كود بوستال نيميرو تليفون فيكس بروفانس ايتا ريجيونيل ريجيون باردون فيل نيميرو دو تليفون بورتابل. دونك خصك يكون عندك واحد لو فيشي اللي تهزو دير موديفي وتحطو. وإذا كنتي مثلا البياس ديدونتيتي يعني كنتي صاوبتيها في واحد المكان ثم انتقلتي الى مكان اخر اللي سكنتي فيه، فخص يكون عندك الجوستيفيكاتيف ديالو وكتموديفي تحطو هنايا. ثم بعد ذلك لو ستاتي بارتيكولي، هاد ستاتي بارتيكولي ديال لي زيتيديون بورسيير. دونك لي زيتيديون بورسيير كيكون عندهم واحد الجوستيفيكاتيف كوم كوا راهم عندهم لا بورس. وهاد البارتي هادي جو بونس مازال ما تتحاش، لان هنا دايرين سيت روبريك اي سيزابل اونتخ لو 10 ديسمبر دونك اي لو 1 اكتوبر 2019. دونك هاد البارتي مازال. دونك ملي كنعمر هاد البارتي كامله هنايا كتولي عندي هنايا كومبلي. ملي كتولي عندي كومبلي كنمشي لهاد البارتي الثانيه ديال مون باركور اي مي ديبلوم وكنكليكي عليها. نفس الشيء عندي هنايا لا بارتي ديال لو سي في، فلو سي في خص يكون في هاد لي كونديسيون هادو، يا اما يكون بي دي اف بي ان جي او جي بي جي، و لو فيشي نو دوا با ديباسي 300 كيلو بايت. دونك ندير شوازير ان فيشي، نحط لو فيشي ديالي، ثم بعد ذلك مون كورسوس. مون كورسوس انا ديجا كنت عمرتو كيف قلت لكم، وليت بون يعني انا ديجا كنت سجلت الفيديو جا طويل دونك غادي نسيبريمي وهادو ونعاودو نصاوبوهم.
دونك فقلنا ان مون كورسوس هذه هاد البارتي هذه جد مهمه بزاف، فهذه فيها جوج احتمالات، سواء تكون ديجا كتقرا يعني سواء تكون يعني لو بروميي كا اللي هو تكون ديجا باشوليي وديجا في يعني كدير لي زيتود سوبيريور، او لا لو دوزيام كا تكون في البكالوريا هاد السنه هذه. فاذا كنتي مثلا ديجا باشوليي فماشي مشكل كتدخل هنا كدير يعني ان باك او ايكيفالون، وكدير اجوتي وكتدخل هنايا باغ اكزومبل سيبوزون مثلا عندك بكالوريا 2017 فكدير 2017 بيي ماروك بروفانس نامبورت كوا ريجيون دو تافيلات، او ندير شي ريجيون معروفة باغ اكزومبل كازابلانكا، ثم بعد ذلك فيل كازابلانكا ايتابليسمون كنديرو هنايا بزاف ديال لي زيكول هنا مثلا ليسي مثلا لونيون بريفي نامبورت كوا نامبورت كوا انت غدير ليتابليسمون ديالك والمدينة ديالك، مي انا كندير جو مي نامبورت كوا غير باش نبينو ليكزومبل. هنا ديبلوم غادي نشوف باك فرونسي، ولا باغ اكزومبل انا عندي بكالوريا فرونسي مثلا 2014 و 2015. بون كيف قلت لكم كل هاي يشوف لو كا ديالو، فانا كنعطي فقط امثله. هنا لا موين باغ اكزومبل 12 48، دونك لا موين سي لا مونسيون سي اسي بيان. ثم نخلي واحد الكومونتير وندير انريجستري، فكيف كتشوفوا معايا هنايا الضغط من هاد الفورماسيون، وجينا ندير جوستيفيكاتيف وندير في الجوستيفيكاتيف بالنسبه للبكالوريا فكندير بزاف ديال لي جوستيف، فكندير جوستيف الاول اللي هو الريجيونال، ثم جوستيف الثاني اللي هو الناسيونال، ولا كان عندي ناسيونال سيباري على لي كونترول كونتيني فكنديرهم بثلاثه، سينو إذا كانت عندي غوفيت نوت فيها الكونترول كونتيني مع الناسيونال فكنديرها يعني كندير دو غوفيت نوت ريجيونال وناسيونال. بالنسبة للناس اللي عندهم الباك هاد العام فخصهم يديروا حتى لو ترون كومان، بالنسبة للناس اللي عندهم لي غوفيت نوت عندهم غير غوفيت نوت واحد مجموع فيه الترون كومان والريجيونال والناسيونال فخصهم يديروهم في شاك اني، يعني ملي كتعمر ترون كومان كدير هذاك لو غوفيتمون، ملي كدير بروميير اني ليسي بكالوريا باردون فكتعاود تاجوتي هذاك الغوفيتمون، يعني ماشي حيت عندك غوفيتمون واحد تقول صافي سي بون انا درتو في ترون كومان بلا ما نعاودو، نو مي خصك تعاودو شاك اني. هادو بالنسبة للناس اللي عندهم البكالوريا هاد العام، أما الناس اللي ديجا باشوليي يعني ما يحتاجوش يديرو ترون كومان، فقط كيبداو من البكالوريا ولكن الريجيونال أوبليغاتوار. دونك إلا درت هاد لاني هادي ديال البكالوريا باغ إكزومبل كنقرا هاد العام أولا ديجا عندي باك بليس أن كنزيد عاوتاني كندير أجوتي هنايا وكندير اون اني أولا غي اون اني ديتود سوبيريور، وكندخل وكندير باغ إكزومبل هنايا أجوتي وكندخل مثلا على حساب فين قريت أنا مثلا 2017 لا 2018 باردون 2018 وكندير هنا سات فورماسيون اي تيرميني وي دونك بيي ماروك ريجيون كازابلانكا، دونك نديرو كازابلانكا هنايا ايتابليسمون باغ اكزومبل يعني سواء كنتي في ايكول غتشوف ايكول ناسيونال دو كوميرس اي دو جيستيون، كنتي في اونيفرسيتي غتمشي تقلب على اونيفرسيتي او لانستيتي مثلا الناس اللي كيديروا او اف بي بي تي او لا اي حاجه يعني ممكن تلقى هنايا. دونك نمشيو مثلا لانستيتي او لا اونيفرسيتي وي اونيفرسيتي انترناسيونال دو كازابلانكا اونيفرسيتي بون نشوفو شي حاجه اللي معروفه وي فاكولتي دي سيونس عين شق، ونجيو هنا نديرو نيفو باك بليس ان دومين مثلا انفورماتيك
moyenne, par exemple, on dit 12,5, on fait des petits commentaires, n'importe quoi. On dit enregistrer, et voilà. Donc, t'as qu'il y en a, maintenant, les gens qui ont le baccalauréat de l'âme, rédigé, ils diront un bac ou équivalent, ajouté. Oui, dire, il y a 2019, donc, oui, là, il dit, je prépare actuellement ce diplôme. Il y a dit, maintenant, mais chérie, il m'a dit le baccalauréat. Même si, il y a maintenant la licence 3, ou, la licence 2, bah, il faut la licence 3, ou, qui parle de l'âme, ou, mais elle m'a fait d'aucher. Il y a dit, mais elle m'a dit, je diplôme, il y a dit, faut, oui, niveau tal. Il y a dit, maintenant, elle m'a dit, je bac plus 2, déjà, ou, a dit, tu fais bac plus 3, ou, là, fancy, il y a dit, il y a là qu'à se préparer bac plus 2, ou, bah, il fait bac plus 3. Ou, là, il y a là qu'à se préparer R3, ou, bah, il fait M1. Donc, qu'à dire, là, je prépare actuellement ce diplôme, je compléterai les notes et les justificatifs plus tard, ou, même, bah, qu'est-ce que, mais sinon, il y a qu'une si, maintenant, qui vous n'avez déjà diplômé, vous avez fait le niveau suivant. Donc, dès que j'ai passé ce diplôme, et je peux en fournir les notes et les justificatifs. Elle dit, m'en j'ai, ou quand tu es déjà, maintenant, diplômé, ou si, maintenant, supposons, maintenant, on a fait 2018, la licence DLE, ou vous n'avez la licence 3, ou la vous n'avez fait M1, ou maintenant, crash de l'âme, donc là, on dirait une autre activité. On dit ajouter ou maintenant dire année scolaire dire 2019 on dit là cette activité ouais donc cette activité donc déjà qu'il y a alors là maintenant dire je suis actuellement et après on dit le maintenant il y a titre de mon activité on a dit maintenant stage une semaine là qui dit le stage on dit le stage maintenant ou un bureau d'études, ou là, maintenant, la banque, ou là, n'importe, ou même pas, il y a des descriptions, on dit la description d'y aller, il y a stage, on dit là, enregistrer, bon, enregistrer. Et voilà, donc, quand vous êtes liés à l'IA, mais bête, quand on dit, justif, mais bête, maintenant, surtout, on a des stages, wesh, déjà stage, limité, on est déjà préparé, t'sais, le contrat de stage fait à la durée, déjà, dit-il, ou la stage ouvert, yani, mais dit-il, le contrat, mais dit-il, le stage d'IA, qui n'a petit, mais dit-il, le contrat d'IA stage, donc, quand dit, mais en cours. Donc, là, on va dire qu'on nous a mis là de la partie Adi, partie de Tata, les compétences linguistiques. Donc, là, il y a quand même, là, c'est déjà un bon résultat. Enfin, puis, ce midi, mon niveau de français modifié, oui, ajouté, le résultat de l'homme. Là, c'est les bandes, déjà, ça m'a dosé, maintenant, là, dit, هذه انا كنت قلت لكم ديجا كنت صاوبتها بون بالنسبه للناس اللي كيدفعوا ليا اولا لي غون زيكول وكيطلبوا لهم لي زيكزامان اولا لي ساتيستاسيون ديال لونغ اونغلي ديال لونغلي فبالتالي يمكن لهم يديروا هنا مون نيفو دونغلي وكيدير هنا موديفيي باغ اكزومبل j'ai dit j'ai étudié l'anglais oui j'ai déjà passé un examen soit TOEFL soit Nasikidouz Touik ou là had disciple l'Ukraine donc maintenant ok j'ai là oui dire la note dialogue global sur total l'année des 12 fera et après il a quand déjà chez l'anglais ukra qui se va naya ou qui dire enregistré ou qui connaît là celle-là la partie dialogue ou qui voulait un dos naya coucher complet ou t'as quand on nous a dit la partie a dit ou qu'est-ce qu'on a partie ukra je remplis mon panier de formation naya quand tu vas amener quand tu as ajouté une formation ou qu'est-ce que c'est benaya ça va un petit première année licence ou la diplôme d'architecture licence master ou la toutes les autres formations enfin qu'à dire maintenant cas ou qu'est-ce que c'est benaya qui fait un exemple master chimie Nantes enfin c'est qu'à dire maintenant master librairie ou la licence librairie maintenant master physique maintenant Dijon maintenant فكيف كتشوفوا معايا هنا كيعطيك لي فورماسيون هنايا كتدخل بون باش ما نطولش عليكم تتم راه باينه دونك كتدخل هنا كتختار الماستر اللي بغيتي سيونس اومان ولا سي تكنولوجي وكتختار داكشي اللي بغيتي كنظن هادشي اللي ممكن نقول لكم حد الان
كنتمنى الفيديو ان شاء الله يكون نال الاعجاب ديالكم. ما تنساوش تبارطاجيوه مع الاخوان ديالكم وتشاركوا معاهم المعلومات, وكنتمنى يكون الفيديو نال الاعجاب ديالكم وتابوناو معنا في القناه, تضغط على زر الجرس باش يوصلك الجديد ان شاء الله, وبالتوفيق للجميع. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.